لكم تحياتي الإخوان مدينة توريد كبارا وشيوخا ونساء. كنتواجدوا أمام المستوصف الإقليمي بمدينة توريد اللي هو ما يستحقش هذا الاسم، لأن المستوصف الإقليمي لمدينة توريد تقريبا حوالي 250 ألف نسمة كتكلف بها طبيب واحد في المستعجلات. كيف يعقل بأن حنايا كيجيونا حالات حرجة من الإقليم نبقاو نستناو في المسؤول من وجدة يعطينا الإذن باش نديو ذاك الإنسان لوجدة، يقدر هنا يبقى حتى يموت هنايا باش يجي الاذن من وجده. لذلك حنا ما غاديش نلوموا الاطر الصحيه اللي كاينه في هذا المستشفى، هذه غادي نلوموا الناس اللي انتخبناهم برلمانيين اللي الدور ديالهم انهم يوصلوا الصوره والصوت ديال هذا المستشفى، هذه المعاناه اللي كيعيشوها الناس داخل هذا المستشفى هذه القبه البرلمان. انا غادي نقول لك السي البرلماني الا ما قاريش راشتنا برلمانيين كيدرجوا، درج معها صاحبي قول له راه الناس كتموت، قول له الناس كتموت في توريد، قول له عندنا مستشفى لا يعقل ان يكون حتى كوري ديال المعيز. حنا عارفين المنظومه ديال الصحه في المغرب منظومه فاشله، ولكن راه كاين فرق بين المنظومه الفاشله والوضع الكارثي. السبيطار في وضع كارثي، في وضع كارثي، 250 الف نسمه طبيب واحد، ما كاينش في الابناء ديال توريد او الاقليم ما شافش شي نهار الام ديالو او الاخت ديالو او الابن ديالو مرمي في الارض سوايع يستنى يشوف الطبيب. لذلك حنا كنوجهوا للمنتخبين اللي انتخبناهم ودرنا فيهم الثقه، الرئيس الجهه، بان يكون شي حل واقعي لهذا المستشفى هذا، لان ما يمكنش حنا نبقاو نستناو دائما الاذن من المسؤول من وجده. راه كيجيو حالات حرجه كيحتاجوا سوايع باش نقدوا الروح ديالهم. وسمو غادي نقول لكم كنوجهوا الرساله لجلاله الملك محمد السادس، كنبغيو نقولوا له بان كاين في المغرب مدينه اسمها توريد، مدينه منسيه. نشوفوا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى تكون مرسلين. اولا شكرا لجريده صوت العداله على مواكبتها لجميع المشاكل اللي كتعانيها مدينه توريد. اليوم جينا نتحدثوا على المستشفى الاقليمي بمدينه توريد والذي كيعاني مجموعه من الاختلالات والسلوكات لا اخلاقيه ولا مهنيه لبعض الاطر من داخل هذا المستشفى، واللي كتبدي من 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 هذا من هذا الباب هذا نتاع السبيطار اللي انا كنعتبره كانه معبر حدودي. ما تقدرش تفوت لهذا السبيطار هذا الا وانك خصك تقبل الاهانه وتقبل بعض التصرفات. احنا اليوم جينا كندوا بالوضع الكارثي نتاع هذا المستشفى هذا، وضع كارثي بكل مقاييس، نقص الاطر الطبيه، نقص الاجهزه، الاطباء ما كنلقاهمش في الاوقات نتاع العمل ديالهم، كيمشيو كتلقاهم في القهوه نتاع المستشفى، كتلقاهم كيدوروا، كتلقاهم كيشادين تليفونات وكيشاطيو، بينما كتلقى مواطن الدموات نتاعو كتسايل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حنا بغينا في هذه المدينه هاد الناس هادو يعاملونا كاننا انسان، فهمت؟ عينا من الحقره، عينا من التهميش، عينا من الاهانات. ولهذا كنتوجهوا للسلطات المحليه، وكيف ما قال الاخ اللي سبقني حنا كنتجاوزوا المنتخبين لاننا عارفين ان هاد السكينه هذه ما قدمتش لهاد المدينه هذه شي منتخبين اللي في المستوى واللي يكونوا في التطلعات نتاع السكينه. ولهذا كنطالب مساعده عامل مدينه توريد الوقوف الجدي على المشكل اللي كتعاني منه الساكنه من داخل انا ما اسميه بالمستقتل الاقليمي لمدينه توريد. وتحياتي لجميع فاعل جمعوي من مدينه توريد. اولا تحيه لساكنه مدينه توريد، وتحيه لصوت العداله، طاقم صوت العداله الذي اتاح لنا الفرصه باش نهضروا على واحد الموضوع اللي كيعانيوا منه الساكنه ديال توريد بشكل يومي، الا وهو موضوع ما يسمى بالمستشفى الاقليمي بمدينه توريد. هذا المستشفى اللي علاش قلت انا ما يسمى، لانه لا يرتقي الى مستشفى اقليمي، لان المستشفى الاقليمي عنده مميزات كيتميز بها، هذا نقدر نسميوه مستشفى محلي او مركز صحي، لان ما يمكنش مستشفى اقليمي ما يكونش فيه اولا غرفه ديال الانعاش. المستشفى الاقليمي عنده مميزات، عنده اختصاصات، عنده اجنحه كتكون فيه، تما عاد نقدروا نسميوه مستشفى اقليمي.
المعاناه ديال المواطن التوريرتي اولا كتبدا من هذا الباب اللي كنسميها انايا بمعبر الدل. هذا الباب اللي كيتلقى فيه المواطن التوريرتي ابشع الاهانات من طرف بعض حراس الامن، ما غاديش نقولوا كاملين لانه لا يعمم سوى جاهل، كاين ولاد الناس وكاين حراس الامن اللي الله يهديهم وصافي. اطار المعاناه اللي كيعانيها المواطن التوريرتي من داخل ما يسمى بالمستشفى الاقليمي، اولا قلنا الاهانات من باب الدول، ثانيا كنهضروا على الاختصاصات. هذا المستشفى يفتقد ويفتقر الى مجموعه من الاختصاصات اللي خصها تكون فيه. مثلا ما عندناش اختصاصات ديال طب الاسنان، ما عندناش ديال الطب النفسي، ديال الاعصاب، السكريات، بزاف ديال الاختصاصات اللي ما كاينينش. كاين عندنا معاناه ديال التحاليل وخصوصا التحاليل اللي كيكونوا ما قبل العمليات. غادي نعطيك مثال، شي خطره نفترضوا يوم السبت غادي تجي واحد الحاله اللي حرجه وخصها عمليه، هذه العمليه خصها تحاليل ما قبل العمليه، يعني التحاليل ما كايناش هنا، وعندنا مختبر وحيد اللي ما كيديرش الديمومه، يعني هذا الانسان هذا اللي حاله حرجه خصو يستنى حتى الاثنين ولا يسيفطوا التحاليل لمدينه وجده عاد باش يقدروا يشخصوا الحاله ديالو ويديروا عمليه. كاين عندنا مشكل ديال التحاليل، عندنا مشكل ديال مواعيد العمليات. كاين دابا عمليات اللي راهم واصلين 2020 عباد الله 2020، وكاين ديال المصرانه ديال النبوله، يعني عمليات اللي خصها تكون يعني انيه. وفي اطار هذه المعاناه جميعكم كيعرف انه كانت حمله للرقي بهذه الخدمات ديال المستشفى الاقليمي. هذه الحمله اللي جات في اطار مجموعه ديال المشاكل، منها الموافقه المشؤومه اللي كنهضروا عليها دائما انه كتجي حاله حرجه وكنبقاو نستناو الموافقه من وجده. والمشكل انه عندك حاله حرجه وكتستنى لها الموافقه وما عندكش فين تحطها، كتحطها بالديشوكاج في الوقت اللي خصها السيد يدخل الغرفه ديال الانعاش. اخويا انت ما عندكش غرفه ديال الانعاش وما عندكش هنايا اختصاصات، علاش شاد السيد مع انه في غالب الاوقات كيحتاج عمليه فوريه؟ ناضوا في هذا الاطار ديال الحمله، كانت مبادرات من السلطه، كان واحد المشروع ديال التهيئه ديال المستشفى. كاين الناس اللي كتقول لك هذا المشروع ديال 500 مليون غادي تكون فيه غرفه انعاش وغرفه كذا، حنا حاليا كنتسائلوا فين واصل هذا المشروع هذا، لان حاليا كاين تعثر في المشروع، يعني المستشفى باقي كيما راه. مناشده اخيره، دابا ما غاديش نبقاو نطالبوا بتحسين الخدمات من داخل ما يسمى بهذا المستشفى، غادي يرجع لنا مطلب اخر. حنا ساكنة التوريت تفوق 200 ألف نسمة، يخصنا مستشفى إقليمي جديد يرقى لمستوى تطلعات الساكنة، خصنا مستشفى في جميع الاختصاصات. وكنناشدوا، لأن ما غاديش ناشدوا المنتخبين دائما، أنا كنتجاوزهم في الخطاب، لأننا مرارا كنديروا وقفات كنديروا كذا كنناشدوا، ما كنلقاوش تفاعل من هاد الناس. غادي نتجاوزوا المنتخبين وغادي نناشدوا السلطات العليا. راه كاين واحد المدينه في توريت كتعاني صحيا، عندها وضع صحي متدهور، كيخصها مستشفى يليق به. توريت عندها موقع استراتيجي، كاين حوادث ديال السير بزاف، يعني مستشفى خصو غرفه انعاش، خصو جميع التخصصات.